بسم الأب والابن والروح القدس الإله واحد آمين. النهاردة ميعادنا مع المعجزة الثالثة من كتاب معجزات الشهيد العظيم مرجرجس الجزء الأول. ده من دير الشهيد العظيم مرجرجس الراهبات بمصر القديمة. ومعانا المعجزة الثالثة بتقول معجزة حصوة في الكلى. الآية هنقولها مع بعض: بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعب. سفر الأمثال صحيح رقم 10 عدد رقم 22. في يوم الجمعة، هو في حد بيحكي في يوم الجمعة 2 سبتمبر سنة 1988، ده كان في الوقت ده كان العمل في الدير كتير، وكانت الأم الرئيسة الحالية للدير كان اسمها الأم يوأنا. ترى الشباب المتطوع لخدمة الدير يعملون بحماس وبحب وهم فرحون، فطلبت من الرب أن يكافئهم ويعوضهم عن تعبهم ويفرح قلوبهم. بعدها مباشرة جاء أحدهم واسمه جبران عطلة حن عوض، ويقيم في 4 شارع طه أحمد دار السلام، وهو متحلل وفرح ويقول للأم المسؤولة إن مرجرجس عمل معه معجزة الآن، يعني مرجرجس عمل معجزة معاه، وهي إنه كان يعاني من حصاه في الكلية وجريت له جراحة من عدة سنوات لإزالة إيه؟ حصوة بالكلية. وقال له الأطباء إن عنده إيه؟ استعدادا لتكوين حصوات أخرى، ولم يكن في استطاعته هذه المرة إجراء عملية أخرى. لكن البطل مرجرجس بشفاعته أنزل له الحصوة وهو يعمل في بيته، وفرح قلبه كما دعت لهم الأم رئيسة الدير. ويعلق هذا الشاب ويقول إن ربنا لا يترك إنسانا يعمل في بيته، وهو يعطينا بركات أكتر مما نترك. شفاعتك معانا يا مرجرجس، يا بطل معانا كلنا جميعا، آمين.